Voilà. Tour de table. Tour de table. أكيد نحكيو على جمعية المرأة والريادة سامحوني بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية دورة تدريبية للنساء المترشحات للانتخابات التشريعية أكيد 2022 وتحت عنوان رائدات فاعلات وهذا أبارتير من نهار الجمعة 18 نوفمبر إلى غاية يوم الأحد 20 نوفمبر رح نحب نعرفوا شنو صار وبأكثر تفاصيل هذاك علاش شرفنا حضور السيدة إنصاف فتح الله خبيرة وعضوة المكتب التنفيذي في جمعية المرأة والريادة. مرحبا بيك مدام إنصاف. عسلمة لله ومرحبا بكافة مستمعي راديو حياتك. الله يخليك، مشكورة جدا لقبولك دعوتنا، وأكيد أنه يهمنا باش نعرفوا بأكثر تفاصيل كيفاش تمت الدورة التكوينية والورشات ونتحطوا بيان سور أكثر في الإطار. معك أنت مدام إنصاف. يعطيكم الصحة للاهتمام هذايا، أكيد هذايا واجبنا. هذايا لازم على خاطر مع اللي قاعد يصير الحقيقة بالنسبة للنساء في تونس اليوم يلزمنا أكثر من هكا خدمة معناها. صحيح، خاصة يعني النساء ما همش موجودين برشا في المشهد السياسي ريالما، يعني فما نقص كبير. وي بالضبط. هذا بالضبط، هذايا اللي احنا هذيك اللي لو كونستان، هذه الملاحظة اللي خلتنا نتصرفوا بهذه الطريقة، وهو أنه المرأة في تونس معناها نهار نلقاو المرأة تخدم بالليل والنهار، تهز الاقتصاد التونسي والعالمي، حتى نحب نقول لك اللي اكبر نسبه من الغذاء العالمي توفره النساء في العالم. اما سندات الملكيه في العالم القاري ما تملك منهم النساء كان 1%. 1% من سندات الملكيه في العالم تملكهم المراه، معناها تخدم وتذهب ما تملك شيء المراه. فما بالك على المستوى السياسي اليوم على مستوى الرياده والقياده. صح. دونك في بالنا عملنا مكاسب وخذينا التناصف بالنسبه للمجالس المنتخبه، ما لكنه حبر على ورق يعني غير ما بالضبط ماهوش مفعل. احنا اللي هو هذا ايش باش نقول؟ معناها قلنا يا التناصف وبداوا الاحزاب ينظموا في رواحهم وبداوا بالسيف من عن فما حاجه تسمعوا فيها؟ نسمعوا فيك مدام. وي وي وي, وي نسمعوا فيك. دونك وبداوا الاحزاب يتنظموا ويقرروا ومعناها ويسون اوبليجي باش يعملوا التناصف هذايا، يجيو في الانتخابات التشريعيه هذايا نقل التناصف تنحى من القانون الانتخابي، لا ما رد بالك يتنحى من الانتخابات ونخليوه في الدفتيات. معناها المراه ديما كي باش تخدم الاخر ما يسالش، اما باش تخدم روحها لا. دونك هذه المشكله اللي لازمنا نكونوا واعيين بها على الاخر في تونس. دونك نحطوا التناصف في التزكيات في القانون الانتخابي الجديد، ونحيوه من التناصف في الترشحات. شنو يعطينا تعطينا الوضعيه دي؟ تعطينا 11% من الترشحات نساء. واضح. لا جاوا ل 20 ل 30 ل 40%، 11% شكون باش يوصل منهم لمجلس النواب مدام؟ ولدي كافة المستمعين اليوم، هذيك علاش جمعية المرأة والريادة شافت أنه لابد من أنها تدعم حتى تريف هنسى اللي ترشحوا وكي وي لو كوراج، نسى دوما خاطر كانوا شجاعات على الأخر. صح. أنهم داروا ولموا التزكيات ل 400 تزكية، ألوغ كو هما ما عطاهمش القانون حتى الحق باش أنهم ياخذوا كونجي من الخدمة. حتى شيء. مع الالتزامات العائليه اللي عندهم، وتعرفوا اللي نساء الدور الانجابي نتاعهم كبير ياسر، دونك يتلاهوا بالدار وبالاولاد وبالصغار وبالمسنين. ويخدموا في الشارع وفي الدار. وهذه الكل لموا كمان ل 400 تزكيه. احنا قلنا اقل ما يمكن ان نقوم به تجاه النساء هذوما ان ندعموهم، ندعموهم من ناحيه القدرات. يعني هذا اللي حبينا نحكيه عليه، يعني شنو جاب بالضبط في هالورشات وكيفاش يعني طرحتوها الاشكاليه هذه من خلال بيان سور الورشات التدريبيه وغيرها بيان سور، باش على الاقل نساهموا انه نحلوا هالاشكاليه اللي هي كوم اشكاليه. فوالا قلنا على القيله هما شويه باش يطلعوا شويه، خلينا ندعموهم ونعملوا لهم انفورماسيون او دعم للقدرات تكوين في بعض المجالات اللي نجموا ما فيهش اختصاص واللي هما يهمهم في الشأن العام، خاصة موضوع المساواة مثلا، موضوع النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
لو جون، وهذايا بالنسبه ليهم باش يفهموا مش معناها الفرق بين انا نطلب المساواه وبين بين انا نطلب تحديد الادوار او على الاقل المساواه في الدور الاجتماعي اللي عندنا. هذايا الحاجه اللي عملناها. حاجه ثانيه عملنا لهم دعم في القانون الانتخابي وبعض القوانين ذات العلاقه الدستور شنو فما شويه طيب الحقيقه خاطر الوقت مش برشا. عملنا لهم دعم زاد في المجال التواصل والاتصال كيفاش ينجموا يحكيوا اون بوبليك معناها مخاطبه الجمهور، كيفاش ينجموا يعملوا الحمله الاعلاميه نتاعهم او الحمله الانتخابيه، كيفاش ينجموا يكتبوا ان كوميونيكي دو بريس، يكتبوا حويجه يقدموها للصحافه حضرتكم تنجموا انتم اكيد حتى اون بيو اون بتيت بيو على رواحهم باش يكونوا يحكيوا على رواحهم كويس بطريقه مختصره ومعناها برقيه وهادفه. حاجه ثانيه كيفاش ينجموا يعملوا مطويات شو كيبان لغه يكتبوا كيفاش الى اخره، دونك اشياء فنيه وتقنيه شويه وفيها هكا من خلال يعني الديسكور يعني يعني ريتو اللي فما هكا على الاقل بادره او بدايه هكا تغيير حتى لو كان بسيط. Absolument, madame. معناها هما اللي بهذايا بشهادتهم هما مش بالضبط هذا اللي حبيت نوصل شهادتهم هما قالوا على الاقل فهمنا كومون اون فيت بالضبط باش نعملوا كيفاش باش هو يبدا تغيير يعني حتى بالليزابيسي هذوما يعني كي يعرفوا الساعه ما اليهم وما عليهم وقتها يجي يجي التغيير حتى الخطاب حتى كيفاش يتكلموا حتى نبره الصوت حتى كيفاش يقعدوا قدام الكاميرا امبورطون راهو يا اخي مش هذوما الناس اللي ترشحوا راهو مش معناها هما كانوا يعرفوا الكاميرا ويعرفوا دايوغ ما فهمتش كيفاش سجلوا لهم ديجا لي 3 مينوت باش تعدى في التلفزه من غير ما نعملوا لهم هالفورماسيون هذي انا نحكي هوني توا على النساء حتى الرجال فجعوا راهو قدام الكاميرا اكيد بتخاك انت تعرف اكيد 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 دونك نورمالمون سي تري بيان ما يعملوا لهمش تسجيل هذايا نتاع 3 دقائق الا ما يكون عندهم شويه على الكلى يتدربوا تريف بالضبط صح على التعامل مع الكاميرا بون لفتي لا دونك عملنا لهم الحاجات هذيا دونك يظهر لي فما شويه تطور في المجال هذايا فهموا شويه الامور واحنا ماناش باش نسيبوهم راهو بالضبط هذا كان باش يكون سؤالي يعني فما باش يكون المتابعه باش تكون فما هكا دي فورماسيون من النوع هذا اللي الحقيقه يعني برشا من سن وزاد يستحقوهم حتى مش كان للانتخابات هذه يعني حتى في المشهد السياسي اون جينيرال ابسولومون احنا هذوما الساعه اون فابا لاشي مش باش نسيبوهم باش يدخلوا المجلس التشريعي باش نقعدوا معاهم معناها باش نكملوا لهم التدريبات باش نعاونوهم حتى في ندعموهم في الجهات نتاعهم باللي نعرفوهم غاديك بعلاقاتنا باش ندعموا النساء هذيا في اماكنهم حتى احنا بريسك مسينا النساء هذوما مسينا الجمهوريه الكل تقريبا دونك بيان سور ما نجمناش ناخذوا النساء الكل مترشحات خلينا 35 يظهر لي مترشحه دونك كان هذوما ندعموهم ويوصلوا سي با مال ديجا معناها مش خايف دونك هذوما باش نعاونوهم نحكي لوجيستيا ودعم تقني معناها ودعم في مجال الانتخابات في اماكنهم ما عندناش دعم مادي الحقيقه احنا جمعية معناها ناخذ هو راهو ساعات الدعم هذايا المعنوي واكيد خير برشا يعني من ينجم يكون خير زاد من المادي خاطر هما فما مشكله وقت اللي نحيو الدعم العمومي مدام هذايا اللي صار اللي انا نحيو الدعم العمومي مش معناها نحي الدعم العمومي للنساء هذوما للنساء للمترشحين الكل معناها يولي اللي عنده الفلوس هو اللي نجم يلعب معناها نحل باب للكناتري والغيره باش يتقدم خاطر عنده الفلوس واللي ما عندهاش فلوس واللي ما عندوش فلوس معناها ما عندوش دعم عمومي ما ينجمش يتقدم حتى باش يطبع دي فلاير برك حتى فهمت شنو هو اي مفهوم ولكن حتى زاد الحضور والشخصيه والثقافه عندهم زاد دور يعني ما ننساوش فوالا اكيد فما مينيموم ديما نتاع دعم مادي كيف ما يتوجدش يقلل ياسر من حب الناس لانهم يقوموا بالحمله نتاعهم هذه دونك بون احنا هنا باش نحاولوا ندعموهم لوجيستيا ندعموهم من ناحيه الناس اللي نشجعوا الناس انهم ينتخبوا نساء دوما اللي على القيله عندهم وعي بالقضايا التوانسه وعندهم وعي باهميه العمل السياسي اللي ينفع البلاد مش العمل المصالح الشخصيه وشافوا معناها وفهموا الوضعيه ذاك علاش هما معناها
يهزوا حمل البلاد هذيا على كتافهم وقدموا رغم الصعوبات الكل. دونك ان شاء الله ربي يوفقهم واحنا هنا معاهم نحاولوا ماذا بينا يوصلوا على القله الناس هذوما اللي فاهمين شويه مش نلقاو عبد طالعين لمصالح شخصيه معناها هذا عنده مصالح اقتصاديه يحب يطلع لاخر يدعم في واحد على خاطر هو عنده مصالح بالفلوس دونك هذوما ما عادش ماذا بينا واش نحبوا نراو وجوههم الحقيقه في المجلس التشريعي. ان شاء الله من حسن الى احسن هو المحاله يعطيكم الصحه انتم على الفور اللي قاعدين اكيد تعملوا فيه وتقدموا فيه اللي هو يرجع بيان سور بالفايده على المستقبل القريب والبعيد ويساهم ان شاء الله هكا في تحسن المشهد السياسي التونسي وخاصه المراه التونسيه. مشكوره جدا مدام انصاف فتح الله يعطيك الصحه مره اخرى على هكا تدخلك معنا بكافة التفاصيل اللي تخص الندوة الحقيقة اللي صارت والورشات التكوينية. مشكورة جدا مدام انصاف فتح الله أكيد خبيرة وعضوة المكتب التنفيذي في جمعية أكيد المرأة والريادة، وكانت هذه التور دو تابلو.